ثوبنا الله العظيم لوالدي ولأصحاب الحقوق الواجب علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله أنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا البقيع المقدم محمد بن علي بعلوي وصالح وبروه ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم أموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا رب
صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب
Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بانتهاز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم ليتشرف بوجوده الثقلان فتنتشر أسراره في الأقوام فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا قلبي سروره قد توالى حبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترفع في الغسل على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجدلة بشرا كاملا يزيل ضلالا هو من فوق علم ما قد رأت لفتر من شؤوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم يا حبيبي
الفرض أوان ودعيان الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمضى رجول الإله على أهل الوجود تسيب وأزنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفتح حكمه على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عند وجه امه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لأهلها فيها جسمات الممدود فأمرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأدرك الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرغ صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله في التعظيم والسجود صلى الله على السلام عليك يا
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درج الأوصاف المحمدية وجودا توجه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي به مشكورا وفي أمري فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهي الخالص والصراط الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الأمل فطاعه ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال فتوشى منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتي وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخاصم بالشرف الأفخار في كل ناظر في مواطن الكفر ومظهر قاسمين بكفي عبادك وساقي وزير الشارك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حفظة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا في عين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتفلقتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا وما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجة اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدي ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب والوسرى وله الظاهر وعمل ورغل وشارب وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولمراية الدين القوم في جميع الأرض منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهل مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم بغربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة لعبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وانصر العدل وانصر العدل بولاة الحق من جميع النواهي والأقدار وأيده بتعيين من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن العاصي من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن العاصي من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن العاصي من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين واجعل توفتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.